بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه للشعب الرجاوي، تحيه لسات تي في اللي كتخلينا اننا نعبروا على الاراء ديالنا فيما يخص تحليل ديال المقابله ديال السوالم. فلحد الان هزيمه غير مهضومه بطبيعه الحال. كاي رجاوي شفنا شي حوايج اللي حشومه نشوفوهم في الرجاء صراحه. نقدر نقول لك كاينين اشباه اللاعبين ماشي لاعبين، حيت كيبقاو اللاعبين موظفين عند الرجاء، هذه خصهم يعرفوها. الجمهور كيتعذب باش انه يمشي ياخذ التيكي، كيتمحن، كاين اللي مريض وديبلاصا حتى البرشيد باش يشوف هذيك المهزله. هذيك مهزله كرويه بالنسبه للاعبين ديال الرجاء الرياضي، هذه بكل ثقه ان داك الشيء اللي شفنا لا يموت بتاتا ولا يمثل فريق الرجاء الرياضي. كنهضر بالنسبه للاعبين، هناك بعض اللاعبين اللي صراحه غير كيجروا في رجليهم. جوج الحوايج، عندك مشكل اخويا جلس في الطابله، كاين رئيس، كاين منخرطين، كاين مكتب، كاين حل اي مشكله. اما باش تجي حتى الماتش وتجرف رجليك ودير بحال هاد المهزله الكرويه، راه حشومه. انك تقاضاو مبالغ الله يسهل على كل واحد، ولكن اخويا عطيني في رقعه الميدان. راه اللعابه راه معروفين، راه الجمهور راه ذكي، الجمهور اللي كيتفرج راه كيعرف شكون اللي كيهز رجليه وشكون اللي كيتقاتل وشكون اللي معنا وشكون اللي ما معناش. المقابله ديال السوالم راه من بين أسوأ المقابلات اللي دازوا في الموسمين، خصوصا ان باش تسالي الموسم اللي فات بهذيك الطريقه المزيانه وتبدا بهذه الكارثه اللي كنعتبر انا كارثه بجميع المقاييس. 6 ديال المقابلات، 3 ديال الهزائم، 8 ديال الاهداف في البطوله الوطنيه، شي حاجه ماشي هذيك، شي حاجه ماشي هذيك. ان من نهار الجمعه ليومنا هذا مازالين كنعاودوا ندوروا السيناريو ديال الماتش، كنلقاو ان شي حاجه ماشي هذيك بصريح العبارة. كنتمنوا من اللعابه يؤديوا اللي عليهم في رقعه الميدان، وإلا كان شي مشكل يتحل بعيد على الجمهور وبعيد على رقعه الميدان. هذا الماتش هذا نقدروا نقولوا انه غننساوه ديال السوالم، ولكن راه كاين ماتش نهار الثلاثاء اللي هو ماتش حاسم ضد الجيش الملكي. فإلا كانوا هاد اللعابه هادو بغاو الجمهور انه يرضى عليهم ويكمل معاهم المسير، فخصهم يلعبوا معنا الكره نهار ثلاث ان شاء الله ويحققوا 3 النقاط، حيت دابا راه غير ممكن اننا نضيعوا النقاط. ان باش تلعب على الشامبيونه راه ديجا ضيعتي 9 ديال النقاط من 6 ديال الماتشات، راه حشومه وعيب وعار. رساله اخيره للاعبين، بركه من الفشوش، الله يرحم لكم الوالدين، لعبوا معنا الكره وترجلوا معنا، الله يجازيكم بخير. راه موراكم جمهور عظيم، راه موراكم شعب اللي كيعرف الكره وكيعرف يشجع وكيساندكم في السراء والضراء، ولكن باش تكون الامور بحال هكا راه ما يمكنش انكم غتساندوا من طرف هذا الجمهور، وغادي غادي غادي يكون راي اخر من بعد ان شاء الله المقابله ديال نهار الثلاث اللي غادي تكون حاسمه. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كنشوفوا النتيجه اللي كانت ثلاث، كتشرف فريق رجاء ما كتشرفوش لواحد البتاتا، وحشومه داكشي اللي كنشوفوه من اللعاب كيقول لك انا محترف وانا وكيطالب برزقه وكيطالب اموال خياليه، وكتشوفوا ما قادرش يكمل حتى 90 دقيقه. دابا عاد عرفنا علاش كانوا ما باغينش يمشيو بنو النيس، وكانت تراخي وكان بزاف مرضو ديالها على الاقل بفريق كبير كفريق الرجاء. وهذا الشيء كامل راجع على داك المكتب اللي كنشوفوه، ولا ما عندنا مكتب رطب غالبينهم لعابه، ولينا كنشوفوا شي نقابات وشي تصرفات لا يعقل. المكتب كتشوفوا بحال هكا راه شيء يخجل. وهذا الشيء كامل كنقول للفريق، كنقول للعابه الرجاء عندكم اخر فرصه هي ما تمقتش ديال الجيش. ما تخليوناش الله يخليكم الوالدين نبداو نصبوا نبداو نعيروا فيكم، حيت هذا الشيء راه حشومه ولينا كنشوفوه. كتجيو بنادم كيخسر رزقه وكيخسر حياته ووقته بزاف باش يجي يتفرج فيكم، وفي الاخر نتوما كتضحكوا عليه. بنادم كيحط شحال من حاجه كيخليها من مورا كيمشي باش يتفرج، هي عنده المتنفس الواحد ديالو، وانتم كديروا هذا الشيء كامل. وكنطلب من المكتب الله يرحم ليكم الوالدين شويه التصوحيه، اللي ترطبين بزاف. راه لا يعقل واحد كتعطيه بريم باش كاش كيربح، ومني كيخسر ولا كيتهاون ما كاين والو. خاصنا شويه الحزم وشويه
العقوبة والصرامة راه شي بزاف اللي وليتو كديروا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقراءة ديالي اللي كتكون الفريق الرجاوي بالنسبة للهزيمة اللي كانت هزيمة ثقيلة علينا حنايا كجمهور رجاوي اللي ما بغيناهاش، اللي كنشوفوا فيها تهاون كبير 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 بزاف من بعض اللاعبين اللي ما كانوش في النهار ديالهم، اللي كنشوفوهم كالعادة في الطوب ديالهم، كنشوفوهم في هذه المباراة كنشوفوهم ما كاينينش، غائبين بتاتا. الإشكالية اللي خصنا نطرحوها هي شنو هما الدور ديال المكتب المسير إلا ما كانش غيفرض واحد العقوبات جازمة اللي كما كنشوفوا الرئيس السابق اللي كان فرضها على اللاعبين، اللي هي أي واحد تهاون في حق الفريق خاصو يخلص واحد الغرامة مالية اللي كتنقص ليه من الصالير ديالو. ما يمكنش واحد اللاعب كيجي لرقعة الميدان باش يتخلص اللي كيدير واحد الدور ديالو باش يتخلص، وفي الأخر كنشوفوه متهاون في العمل ديالو. وحنا كجمهور رجاوي ما كنقبلوش اي لاعب كما بغى يكون الاسم ديالو كبير صغير متوسط كما كان يكون الاسم ديالو بغاو يتهاون في رقعه الميدان. حيت علاش؟ حنا كشعب عندنا واحد المتنفس اللي هو التيران اللي كنمشيو كنبغيو نشوفوا الفريق ديالنا يكون في احسن الحله ديالو. اخطاء اللي كنشوفوها كانت اخطاء فرديه وجماعيه من اللاعبين اللي حتى واحد ما دار الدور ديالو بصفه نهائيه في هذا الماتش ديال حد السوالم. كتشوف الدفاع ما كانش بصفه نهائيه، الحارس كما كنقولوا ما فهمناش الدور ديالو بتاتا. كنشوفوا هذا الموسم عنده موسم كارثي. الا كان شي حاجه ما بينك وبين شي حد من الافضل اخويا الله يرحم الوالدين الا مسير حط هذيك التونيك بالعز ديالو. ما بغيناش نبقاو نشوفوا داك الشيء خويا انس زنيجي، ما بغيناش نبقاو نشوفوا الاخطاء اللي كدير. ثاني حاجه الدفاع خاص كل واحد يكون في البوز ديالو، كل مركز ما يبقاش يدي سميتو. كنشوفوا لاعبين اللي كيتهاونوا بزاف في المراكز ديالهم. المدرب اول ماتش ديالو ما غاديش نقدر نقول لك الحكم ديالو على اللاعبين كيفاش كانوا سميتو، ولكن حتى هو خاصو يفرض واحد التدريب خاصة اللاعبين باش يرجعوا اللياقة البدنية ديالهم. يمكن ما كنشوفوا كما مشى بن ونيس اللياقة البدنية ديال اللاعبين طاحت بزاف، ما بقيناش كنشوفوهم ما بين ماتش وهذا الماتش كاين اختلاف بزاف ما بين اللياقة البدنية ديال اللاعبين. الماتش الجاي ان شاء الله خاصنا نشوفوا اللاعبين في الطوب ديالهم. حنا ما بقيناش باغيين نشوفوا الرجاء خاسرة من الاخير. حنا كنقولوا حنا مع الرجاء في السراء والضراء، ولكن شي هذا العام هذا خصنا نشوفوها في السراء. الضراء ما بقيناش باغيين نشوفوها، ما بقيناش غنساندوها كاع ديفينيتيفمون في الضراء ديالها. حنا خصنا فريق ديالنا نشوفوه متوجين بلقبين ولا حتى ثلاثه الالقاب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مباراه كانت شويه زيد هزيله واللعابه هما ما داوش الدور ديالهم، وكان الحارس ما شناش واحد اليوم ديالو كنتمناو يكونوا في مقابله المجهيه، تكون مقابله جيده، يكونوا اللعابه يكونوا يعدوا الدور ديالهم بكامل لياقته البدنيه. وكنتمناو من المدرب يغير اوراق شويه ديالو ويشوف اللعابه اللي ناقصين عنده الضعف، يكون تغيير يكون ايجابيه. وكنتمنوا الرجاء تكون ان شاء الله في كل اللياقه البدنيه وتكون في الملتقى العالمي ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.